واحمد سمير هما ترشيحات اداره الزمالك الحاليه او مجلس اداره الزمالك الحاليه برئاسه الكابتن حسين لبيب. قعدوا مع كارتيرون في جلسه خاصه جدا وقالوا له ان هما سعداء الحياه بالاداء وسعداء بالشكل، ولكن هم عايزين يكون في مدرب عام مصري. رشحوا احمد مجدي واحمد سمير، احمد مجدي واحمد سمير اختيارين الحقيقه اكثر من رائعين. احمد مجدي شخصيه محترمه جدا جدا، والكابتن احمد سمير انا تعاملت معه عن قرب، شخصيه رائعه جدا وفني واخلاقي اكثر من رائع، يعني اثنين ممتازين. كارتيرون رفض. كارتيرون رفض. قال ان انا متمسك بالجهاز بهذا الشكل. قاموا النهارده داخلين له بقى بالكبيره كابتن طارق مصطفى وقالوا له ان ده ترشيحنا، وطارق مصطفى قامه كبيره واداء الحقيقه رائع جدا، ويبقى كارتيرون قافل في نفس الموضوع. الموضوع ده بالذات استشاري من جانب مجلس اداره نادي الزمالك. طب انت جبت منين دي يا عم سيف؟ انا اقول لكم، اعلم جيدا رؤيه وفكر الكابتن حسين لبيب، رجل رياضي وراجل فاهم وعارف هو بيجدد وعارف بيرشح وعارف هو بيتعامل مع اي مدير فني، عارف صلاحيات المدير الفني ايه، وعارف ان هو النصيحه تبقى عامله ازاي، وعارف ان جهاز لو جهاز ماشي وناجح عارف اترك الصلاحيات ازاي للمدير الفني. كارتيرون قال لهم على وضعي إيه؟ انا مبسوط جدا كده، انا فرحان جدا كده، ما عنديش اي مشكله خالص، قادر اتعامل مع اللعيبه، قادر اسيطر على اللعيبه وخلاص. واضح ان هو كارتيرون اخذ المفاتيح وقال لهم ان انا لا في احتياج لمدير كوره ولا في احتياج لمدرب عام، انا كده تمام بجهازي الفني، وكل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. هل النهارده من الصح ان هو مجلس اداره نادي الزمالك يستمر في توصياته، ولا بقى يقوم داخل ولا احنا عايزين واحد لا على نفس القصه كده زي ما هم بيعملوا، لان هم ناس الحقيقه متفهمه جدا وناس متحضره جدا. احنا لينا رؤيه وجهه نظرنا كذا، راي حضرتك ايه؟ لا يا فندم انا رايي خلاص. انت في النهايه يعني المسؤول الاول والاخير. المسؤول الاول والاخير. حتى في وجود الكابتن اسامه نبيل راجل يعني قد تصريحات، انا ما عنديش مشكله كابتن اسامه يرجع او ما يرجعش، ما عنديش مشاكل، بس انا بعد اسامه نبيل قفلت القصه خلاص، انا مش عايز، انا كده مستريح اكتر. والله بصوا، اداء نادي الزمالك هو اكثر الانديه الاربعه اداء وثباتا الحقيقه وشكلا وكل حاجه، وده يخلي كارتيرون بقى يقول اللي هو عايزه. كارتيرون داخل على بطولات كتير، لسه معلق في بطوله الكاس، عنده بطولات كتير، عنده الدوري، عنده البطوله الافريقيه، عنده طموحات واحلام كبيره جدا، عايز اكيد يروح للحته بتاعه اللي هو ايه الثنائيه، ودي بقى قصة مختلفة تماما. القصة هتكون ما بين الزمالك والأهلي في هذا الموسم منافسة شرسة. الأهلي عايز يقول أنا ما أخسرش أكتر من بطولة الدوري، يعني بالنسبة لي صعب، والزمالك عايز يقول أنا مش بكسب بطولة الدوري كل فترة، أنا عايز أحقق الثنائية، ودي متعة وحلاوة كرة القدم. وكمان الأندية اللي داخلة جديد والأندية اللي موجودة جديد في الدوري الممتاز. الزمالك الحقيقة رغم كل أزماته اللي بيعدي بيها، ولكن كل الشكر وكل التحية لإدارة الزمالك ممثلة في مجلسه في الجهاز الفني ولاعيبته الرجالة اللي بغض النظر عن أي ظروف بقى بيعدي بيها نادي الزمالك، أي ظروف بيعدي بيها نادي الزمالك، لعيبة رجالة، لينا فلوس مش مهم هات على جنب، عندنا أزمة مش مهم، عندنا قيد مش مهم، فرجاني هيمشي مش مهم، بن شرقي هيجدد ولا لا مش مشكله، كل ده مش مشكله. ليه؟ اللعيبه خلاص عارف اللي جرب حلاوه المكسب بقى فيه الثقافه اللي هي حلاوه المكسب، ودي قصه كبيره. عشان كده وانا واقف في اوقات كتيره هنا في سنين كتيره بلوم لعيبه نادي الزمالك وبلوم اداء نادي الزمالك وبلوم الاء اللعيبه وبلوم ان اللعيبه تخرج بدماغها بره الملعب. النهارده بقالنا شهور واقفين بنأيد لعيبة نادي الزمالك، بنقول عليهم رجالة، التزام رائع، تركيز جوه المستطيل الأخضر، ماليش دعوة إيه اللي بيحصل بره،
ده بس إثبات إن الأداء هو اللي بيخليك تتكلم، أدائك هو اللي بتشوفه على الصورة، أدائك هو اللي بيخليك تسمعه بودنك، برجليك تحقق كل حاجة. وده كمان اللي بيخلي لما تيجي وتسأل واحد من جمهور الزمالك يقول لك السلام فريق كبير، الزمالك لعيبة كبيرة جدا، مش أنا اللي بقول، جمهور الزمالك اللي بيقول.